دعونا نكمل موضوع مثلثات الزوايا 30 60 90، وكمراجعة لما تعلمناه أو أتمنى أنكم تعلمتموه. ما رأيناه على الأقل هو إذا كان لدينا مثلثات بزوايا 30 60 90، ومرة أخرى تذكروا هذا يطبق على مثلثات 30 60 90، هذه 90 وهذه 30 وهذه 60. وإذا أردت أن أقول أن طول الوتر هو H، لقد تعلمنا أن الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 30 درجة، وهذا هو الضلع الأقصر في المثلث، سيكون طوله نصف ضرب الوتر أو H على 2. وتعلمنا أيضا أن الضلع الأطول أو الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 60 درجة يساوي الجذر التربيعي ل 3/2 ضرب H. إذا دعونا نحل المسألة نستخدم بها هذه المعلومات. دعونا نفترض أن لدي هذا المثلث هذه زاوية قياسها 90 درجة، ولنفترض أن هذه قياسها 30 درجة، ويمكننا أيضا أن نجد أنه إذا كانت هذه 30 وهذه 90 فهذه ستكون 60 درجة. ودعونا نفترض أن طول الوتر 12، الطول هو 12 ونحن نعلم أن هذا هو الوتر لأنه يقابل الزاوية القائمة. ما هذا الضلع الموجود هنا؟ حسنا، هل هو الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 60 درجة أو هو المقابل للزاوية التي قياسها 30 درجة؟ إنه المقابل للزاوية التي قياسها 30 درجة، أليس كذلك؟ رسمت هذا المثلث بشكل مختلف عمدا. الزاوية التي قياسها 30 درجة تقع مقابل هذا الضلع، وهو أيضا الضلع الأقصر. لقد تعلمنا أن الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 30 درجة يمثل نصف الوتر، وطول الوتر هو 12. إذا هذا سيكون طوله 6، وهذا الضلع أي المقابل للزاوية التي قياسها 60 درجة يساوي الجذر التربيعي لثلاثة على 2 ضرب الوتر، أي سيكون الجذر التربيعي لثلاثة على 2 ضرب 12 ويساوي 6 الجذر التربيعي لثلاثة. شيء آخر لمثير للاهتمام هو بالطبع أن الضلع الأطول غير الوتر يساوي الجذر التربيعي لثلاثة ضرب الضلع الأطول من الضلع القصير. لا أريد إرباككم كثيرا، دعونا نحل مسألة أخرى. لنفترض أن هذه 30 درجة، هذه الزاوية قائمة، وأريد أن أخبركم أن هذا الضلع طوله 5. هذا الضلع طوله 5، فما هو طول هذا الضلع لنسميه X؟ حسنا، أولا دعونا نجد ما لدينا. 5 هو طول أي ضلع، إذا كانت هذه 30 درجة هذه ستكون 60 درجة. إذا الضلع الذي طوله 5 يقابل الزاوية التي قياسها 60 درجة، وإكس هي الوتر، بما أن إكس يقابل الزاوية التي قياسها 90 درجة، وهو أيضا الضلع الأطول في المثلث القائم. إذا نحن نعلم من الصيغة أن 5 تساوي الجذر التربيعي 3 على 2 ضرب الوتر، وهو إكس في هذا المثال. والآن أوجدنا إكس، يمكننا أن نضرب كلا الضلعين بمقلوب هذا المعامل. فإذا ضربتم 2 ضرب الجذر التربيعي لثلاثة هنا وهنا، الجذر التربيعي لثلاثة هنا وهنا أيضا، يمكن تجاهل هذا، سنحصل على 10 على الجذر التربيعي لثلاثة. وبالطبع هذه الاثنان تحذف مع هذه الاثنان، وهذا الجذر التربيعي لثلاثة يحذف مع هذا ويساوي X. والآن إذا شاهدتم مجموعة العروض السابقة ستدركون أن هذه يمكنها أن تكون الإجابة الصحيحة، ولكن لدينا الجذر التربيعي لثلاثة في المقام، وهو ما لا يفضله الأشخاص لأنه عدد غير نسبي وموجود في المقام. وأعتقد أنه يمكننا أن نجري مناقشة توضح السبب في أنه ربما يكون نسبيا. دعونا نجعل المقام نسبيا، سنقول X يساوي 10 على الجذر التربيعي لثلاثة،
وحتى نجعل هذا المقام نسبيا يمكننا أن نضرب البسط والمقام الجذر التربيعي لثلاثة، لأنه طالما ضربنا البسط والمقام بنفس الشيء فكأننا نضرب بواحد، إذن هذا يساوي 10 الجذر التربيعي لثلاثة على الجذر التربيعي لثلاثة ضرب الجذر التربيعي لثلاثة، هذا يساوي 3. إذن إكس يساوي 10 الجذر التربيعي لثلاثة على 3. هذا هو الوتر. أعلم أنني أربكتكم، وبالطبع إذا هذا 10 الجذر التربيعي لثلاثة على 3 الوتر، نحن نعلم أن الضلع المقابل للزاوية 30 درجة، هذه 30 درجة، ونعلم أن الضلع المقابل هو نصف هذا، أي سيكون 5 الجذر التربيعي لثلاثة على 3. على أي حال أعتقد أن هذا أعطاكم معنى للمثلثات بزوايا 30 60 90. أعتقد أنكم ربما جاهزون لتجربوا بعض مسائل الدرجة الثانية من نظرية فيثاغورس. استمتعوا بوقتكم.